السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الإخوان الحمد لله اليوم التلاميذ ديالي خرجوا فرحانين وضربوا داكشي مزيان، يعني طحنوا مادة الرياضيات، وحتى التلاميذ ديال المغرب بطبيعة الحال الحمد لله 90% خرج فرحان، وكلشي كيقول بأن هاد السنة هادي تحط الامتحان في المتناول. هاد الشيء كيفرحنا بطبيعة الحال، ملي كيفرح التلميذ راه حنا كنفرحوا بالضعف ديال ديك الفرحة اللي كيفرح بطبيعة الحال. وبحكم ان التلاميذ ديالي يعني طحنوا مزيان مادة الرياضيات، جيت باش نحتفل مع راسي مع هاد الشوية هادي وبوحدي الحمد لله. إذا نتمنى إن شاء الله نشوفوا بزاف ديال العشرينات، بزاف ديال العشرينات وبزاف ديال النقط اللي إن شاء الله. وموعدنا يوم 24 يونيو اللي غتبان النتائج، وبطبيعة الحال النقط غتصيفط لكم على الجيميل تعليم فوانما. إذا باش تعرفوا عاود ثاني وقت القضية، راه كاين اللي كيكون عنده الجيميل ما خدامش، أنت سير جرب واش خدام ولا ما خدامش. إلا ما خدامش خصك تمشي للإدارة تجيب القين السري، حيت كاين اللي كيدخل المعلومات كيقولوا لي راه الرقم السري خاطئ. إلا عطاوك هاد القضية هاديك سير من دابا، ما حد كاينين الناس ديال الإدارة في المؤسسة ديالك باش يعطيوك واحد القيم السري آخر، ماشي تجلس حتى الليلة ديال النتائج الناس يشوفوا النقط ديالهم على البريد الإلكتروني وأنت تجلس ما شفتي النقط ديالك ما والو. يلا شكرا.